الأصدقاء والصديقات الأعزاء، مساء الخير. مرحبا بكم في المعهد الفرنسي في العراق. يسعدني حقيقة بهذا ما دعبنا عليه في كل يوم اثنين من بداية كل شهر، نستضيف ونسعد بهذا الحفل الشعري بالتأكيد بحضور الأستاذة القديرة غرام الربيعي. Et donc, au début de chaque mois, j'ai toujours l'impression de commencer une nouvelle vie avec un nouveau programme littéraire, et ça me remplit l'esprit de joie. وحقيقة هذا التعود اللي صار أصبح في كل بداية شهر يذكرني بأنه قد مضى علي شهرا وبأنه بالحقيقة حياة جديدة قد بدأت بالنسبة لي ومرحلة عمرية جديدة قد بدأت. Alors ce soir, pour rendre hommage et faire la lumière sur la poésie et la jeunesse, nous recevons donc avec Madame Garam Monsieur le professeur Sahad Al-Tamimi et Monsieur Jassim Mohamed Jassam. وباستضافة السيد سعد التميمي والسيد سعد جسام سعد جاسم يسعدنا حقيقة بأن نبدأ هذه الأمسية والتي تحمل عنوان الشعر في دائرة الضوء والتي ستسلط الأضواء أيضا على الشعر عامة وعلى الشباب والشبيبة وعلى هذه الحلقة المهمة في الأدب. Donc je vais vous laisser avec nos invités. C'est le dernier mois de l'année. Nous serons fermés à partir du 18 décembre, mais d'ici là, nous avons cette soirée de belle poésie. Jeudi 14, nous aurons toute la journée des professeurs de français. Je vous invite à venir. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle soirée. حقيقة نحن سعداء لربما هذه يعني إشارة إلى انتهاء السنة لأنه بعد ذلك في تاريخ 18 بالشهر المعهد سوف يغلق أبوابه بسبب عطلة أعياد الميلاد وحقيقة في تاريخ 14 بالشهر هنا في المعهد ستكون لدينا أيضا نشاط قبل الغلق وهو متعلق بأساتذة اللغة الفرنسية ونحن نتمنى حضوركم طبعا ومرحب بكم وأهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريبا. شكرا. Merci Madame Le Reims. Merci Monsieur Mouafak. مساءكم خير وأهلا وسهلا بكم ونحن نجدد الأماسي بوجودكم الجميل والرائع والمؤثر ونحن نخلق أماسي مميزة عن حياتنا الرتيبة المعتادة في كل يوم. اليوم مع الشعر في دائرة الضوء، أي ما علاقة الشعر بالمعرفة؟ وهذا يعني هناك سيل من الأسئلة. بالتأكيد سنحيا وسنستثمر الوقت ونحن ولنتفق أن تكون الأمسية مضيئة جدا، لأن ولنتفق بأن لها ليس قمرا واحدا بل هناك أقمارا كثيرة حضرت اليوم ستكون بهم الأمسية مضيئة بالشعر والنقد، أمسية مميزة بربانها الذي سيقودها الأستاذ الناقد الباهر والمبدع الذي سيقود الأمسية جمالا بالنقد والمحبة، الدكتور القدير الأكاديمي والناقد دكتور جاسم محمد جسام، ليتفضل إلى المنصة ليقود هذه الأمسية.
لك المنصة والمايك والقلب والمحبة والمسرح كله، وأنت تدير هذا الجمال كله. شكرا جزيلا لحضورك، ولكل ضيوفي ولكل الشعراء الذين حضروا هذه الأمسية وسينقلون إلى عالم من الجمال والمحبة. شكرا جزيلا للجميع. أحبتي أصدقائي، مساءكم عافية وجمال، مساء المحبة. نلتقيكم في هذه الجلسة، جلسة التي يقيمها الاتحاد العام للأدباء والكتاب بالتعاون مع المعهد الفرنسي. نقدم الشكر والتقدير لإدارة المعهد وكل ما يقدمون من عون ومعاونة حقيقية لإقامة هكذا جلسات. سوف تتضمن جلسة أو يمكن تقسيم الجلسة إلى قسمين. القسم الأول يتضمن مجموعة من القراءات لشعراء شباب وشعراء مهمين في المشهد الثقافي العراقي، وأجزم بأننا سوف نسمع شعرا حقيقيا بهذا القسم من الجلسة. أما القسم الثاني والذي هو مخصص للنقد، والذي نستضيف فيه أستاذنا القدير الدكتور سعد التميمي، واحد من الأسماء المهمة في المشهد الثقافي العراقي، والذي وضع بصمة حقيقية في مجال النقد والبحث والتقصي. أحبتي أصدقائي، ترحيب كبير بكم، وأيضا لا يفوتني أن أشكر الست غرام الربيعي الشاعرة والتشكيلية المتألقة لكل الجهود التي تبذلها في هذا المجال. أصدقائي، لنبدأ مع الشعر، و نبدأ أولا مع شاعر مهم كلكم سمعتموه وعرفتموه من خلال ما يقدمه من قصائد في الشعر العمودي، وهو واحد من شعرائنا الذين نعتز بهم كثيرا ونفخر. إضافة إلى ذلك هو أستاذ في الجامعة، وله أبحاثه وله اشتغالاته الخاصة في مجال عمله. أدعوكم أحبتي أصدقائي بالترحيب بالشاعر الدكتور حازم الشمري. مساء الخير. شكرا لإدارة المعهد الفرنسي وللست غرام والأستاذ الدكتور جاسم محمد جسام، شكرا جزيلا. عانقيني فأنا الحب الذي تنتظرين، عانقيني فأنا الحب الذي تنتظرين، وأنا المسك الذي ينعش فيك الروح إذ تحتضرين، وأنا ورد جميل وعطور الياسمين. عانقيني فقد اشتقت إلى ضمة صدر منك تؤويني بعطف وحنين. عانقيني فأنا منذ سنين في خيالاتك أحيا، ولأوقاتي جميعا تملئين كل ما حولي، وأغدو غارقا بين أشواقك مأسورا رهين، وهي كالأمواج أنفاسك تأتي ثم تغويني لغفو بين عينيك ومن حين لحين. إني أضعت العمر في عينيك يا نجمة عز الوصول إليك، أنا مغرم بك والهوى قيثارتي ونواظري سكرى على خديك، وخواطري والها يرف حنينها شغفا بأجنحة على كفيك، فقصائدي لا تستطاب حروفها إلا إذا طافت على جنبيك، وتشابكت في مقلتيك سطورها وتعطرت بالمسك في رئتيك، وتعانقت بالوجد فيك بحورها، وتمايلت تلقي الهيام عليك،
هذا لأنك في الغرام فريدة ومفاتح العشق الجميل لديك، ولأنك الحب المعتق بالسنا وخلاخل الأفراح في قدميك، قولي فديتك كيف بي وبخافق بكنابض وحياته بيديك، وبلهفة ظمآنة لا ترتوي إلا بلثم من ربا شفتيك. شكرا. الحبيب الدكتور حازم الشمري، شاعرة وقاصة أيضا لها بصمتها في المشهد الثقافي العراقي. أنا شخصيا عرفتها قاصة وقرأت لها كثير من القصص. الآن سوف أقدمها شاعرة متميزة، الشاعرة أزهار علي. مساءكم شعر. قصيدتي بعنوان تحرير مؤجل، وهي قصيدة مهداة إلى شهداء التحرير، شهداء تشرين. على حافة الغناء مخضر ينبت صمتي، يفتتح الليل في دمي، وتعود فيروز بالشتوية تغلق أبواب الأدعية بمواويل شهيدة وأحلام مكسورة. يا أنا يا ربة تائهة في عفن، يا سماء مفخخة في وجوههم، يا نجاة التي سهرت عيونهم وراقبت البين بين على جدران الرصاص، وفي خيمة حنظل وغروب ذابل، ماذا يفعل هذا الوهج المتيبس في مدينتي؟ وردة كذبت مؤجلة النسيان، ورتبت أنا أمتعة الجنوب في حقيبة القصيدة. النهر لا يخيط ضفاف العناق، وحبات الوجع رؤوس في مسبحة، والتراب وحي، وعباءة السماء تفتتح حضن الأرض. وتعثر الحبيب، تعثر الحبيب بالحرب في ظنون المحبة وضاع، ومثل العود من يذبل بلا يوداع. يا أيها الولد الضاحك، يا أيها الوطن البرحي في جنة الشوك، كم أرهقك الأمل المنشور على حبل الكلمات كشبح أسمر ونصف دمع ونفس ملغوم. ماذا ينفث هذا الخائن في هواك؟ احذري يا أمي الضائعة، رئتي غائمة ورأسي مثقوب. اغسلي وجهي بحليبك الأبيض، لفيني فالهواء دخان والتحرير محاصر. أنا يا أمي صمت صاخب، أغنية في زجاجة عطر، وصباح مباح لمعنى جديد. أنا خيمة المر منقوشة بالسحاب، فدعيني أغني، الروح غريبة والديرة ليست آمنة. شكرا. شكرا تزار، شكرا. الدور الآن للحبيب والمهندس الشاعر، الذي الحقيقة يعني أنا شخصيا بشرت به شاعرا مهما قادما من الحلة أرض الجمال والمحبة، الشاعر أنمار مردان.
أسعدتم مساء. شكرا دكتور على هذا التقديم الجميل، وشكرا لهذه الدعوة. لست وحيدا، فالفوهة التي زرعتها لم تكن أغنية الموت، كانت فمك، وما زلت الساقط جثثا حولك أو حولها، فمتى أنهض من غربتي؟ الفوهة، وأعني فمك، تمارس عبثها في زغاريد ولادتي، فالقابلة التي هرستني لأنجو إلى الحياة مارست طقوس العبادة في حضنك، وأنا وليد أنوثتك إلى الآن. لا خبر يأتي من السماء لأستقيم بعد وجهك أثير الشفقة، وأنت تثيرين شجري للوقود كلما أبتسم، وأنا أغرس رأسي في جبل أي أمنية، تظهرين بطولك مثل قطار ينقل محطات القبل من عناوينها، فأغدو حبل وريد أتنفس دمك حين يدور ولا أتخثر. لا شيء يعكر صوتي وهو يغني، فبعض عصافير بيتنا ترسم قمرا مني، لكني لكي تبدو غرفتنا مثل هلال قديم يراهق بعمره حين ينام. أسفل شاشة التلفاز أتراصف مثل خبر عاجل أثير الانتباه ولا أتكرر. ما أشد الحزن فيك وأنت تكتبين، لذا علي أن أقف صنم قريش تأتي نذورك على أكمل وجه ويستلقي على ظهري ألف عاجل طويل. ليت الشمس حصان أبيض فأركبها، ليت عمري نهار جنة لأرتب رتوش عمرك الصغيرة وأصعد حالما بها لأعيد عذابات جهنم من جديد وأحقنها وردا أحمر على بسمة أول لقاء جمعنا. أيتها الشتاء القارص، لأجلك فقط تركت أصدقاء السوء أولهم رأسي. شكرا صديقي شاعر أنمار مردان. أصدقائي أحبتي، سأبوح لكم بسر لا أريد أن يسمعه الشاعر القادم الآن للقراءة. إننا نعول عليه كثيرا ليمثل العراق، ونعول عليه كثيرا ليمثل الشعر، الصديق الشاعر خالد الحسن. مرحبا. بلاد مغسولة بالغياب، أيعدو بك الحزن يا صاحبي؟ نعم، بيد أن الطريق تحول جرحا، أنا لا أراها كما اعتدت، لم أستطع أن أسافر نحو الجنوب ولم أبق في خاطر العاصمة، بقيت أطاردها في العيون وأغرق في نظرة قاتمة. الشوارع واضحة في الخرائط مثل الهلال، ولما أزل واقفا في الرواق المؤدي إلى شعرها أقول لها إنك الآن أحلى وإنك لم تكبري رغم أنف السنين، ولكنني قد كبرت كثيرا. المآذن عالية في الفراغ،
المرايا الليالي النهار، المقاهي وفلسفة البني، كل الحكايات نفس الحكايات، لكن شيئا تكسر، فمن سوف يصلح قلبي إذا ما يصادف في أرض قرطاج طعنة خنجر؟ أمر على الريح أدعو الشجيرات أن تقتفيني وأن ترفع الكأس في الليلة السابعة بصحة ذاك الفتى السومري، سأسكر في خمرة ساطعة وأدعوك أن نشرب الظل في قلب مقهى قريب من المسرح البلدي، ونمشي لكل المقاهي التي تعرفين تخطين شمسك بالياسمين على الحائط، تخطين أدون بالفحم ظلي على الحائط، تخطين شمسك بالياسمين على الحائط، وننساهما في ضمير المكان يريدان رغم البعاد عناقا، أكاد إذا ما غرقت بحسنك أنسى الجهات وأنسى العراق. أنا أتساءل ما سر هذا التعلق رغم المسافات والأمكنة، يدي في يديك وعيناي تحرس عينيك في المدن المدمنة، وعسفي أعني الهواء المخضب باللوز يجلس في رئتيك كما الأمراء على العرش. أسأل ما السر؟ ربما كان ذاك امتدادا لأروى التي لا تزال تربي ببغداد طفلا وتلقي بأحلامه في الخلافة، وتسقي المحبين عبر العصور دوار السلافة. وربما كان هذا التشابه بين اسمها واسمك الفذ يعطي الحياة نهارا بدايته القيروان وليلا نهايته في السواد. وربما يكمن السر يا سفري في العناد، أعاند من؟ أعاند كل الظروف. أنا أعلم الآن أن لا سبيل لنضرب موعدنا في الحياة، وأعرف إن طريق الحرير الجديد يمر ببغداد سعيا إليك إلى الهند، طبعا إلى مدن من بهار ونار، لبحر رآنا وفي غمرة القبلات استثار. لأن أنا لست أعرف فقه المسافات مهما طغت في عيون الجهات، وأعرف أن بلادك صارت حياة لها سمرة لم تزل في الهواء، لها قبلة لاذعة، ولي بين عينيك عمر من الحزن لم تنهه طلقة ساطعة. أنا ما أزال أعيش بوعد قطعناه، أن ترتدي أبيضا ساطعا ذات يوم، وأن أرتدي أسودا داكنا. وندعو الصديقات لا الأصدقاء لحفل بسيط تكونين فيه إلهة هذا الزمان، نسافر لم نختلف في اختيار المكان، نعم نركب الريح صوب العواصم باريس لندن مدريد بغداد جربة تونس، لا فرق ما دمت أنت تمدين روحك جسرا لتلك البلاد. نعم كنت أحلم، لكن طقس العواصف حول أحلامنا لرماد. أنا أجهل الآن كيف تعيشين، طفلاك قد كبر فجأة، وبيتك ربما قد تغير، قلبك رغم المفازات مد الظلال لشخص عديم الدراية بالشعر، لا يحتفي بقصيدة حزن ولا يقتفي أثر الماء فيك، ويمد يديه ليقطف تفاحة نائمة وينساك حين تكونين عطشا لرغبة ليل وفي يدك الرعشة القاتمة، يمد يديه ولم تعبر من حدود الجسد، ولم يبكي حين تفيضين حزنا على طفلة لم يجدها
بلد. أنا أغرق الآن في الظن لا الشك، أنت على بعد ليل طويل، أنا أكتفي بالتوقع، هذا كفيل بأن أتحول خيطا رفيعا يخيط الخسارات، أو مخرجا يضغط الجرح كي يستفيق. فربما قد ردمت النوافذ بعدي وأسلمت وجه الخطى للطريق، أدخن على السجائر تصبح في القحط ماء، أفكر كيف تكونين بعد السنين، ألي الآن في شعرك الخصلات تعيش رهانا مع الليل، قصرت كلي سوادا، أما زال فجرك يعطي لفيروز وردا، لقد صرت دفلا، أما زال نعناعك المستمر يدشن معنى النهار مع الشاي، قد صرت سهدا، ولا شيء يخفى عليك، لقد صرت بعدك أرضا يباب، وطيفك يفتح لي ألف باب. شكرا. شكرا للصديق شاعر خالد الحسن. شاعرة مبدعة تمتلك الشعر وتقطفه من شجيراته، الشاعرة رجاء الشجيري. مساءكم ليلة من ليالي البنفسج. يصير للقصيدة خد وردي وعطر فرنسي حين أفكر فيك، يشبهني الظل بلا خلي، فالغربة جزء من شكلي، أنا فكرة ماذا لو أنك أغلقت الباب على مهلي، ورحلت ببعض ملامح من يتصف غيابه بالسهل، مشت ما بين قز الوقت تسري مسافة ربع كون دون عمري، وتحملني النبوءة محض أنثى يصيرها الحرير فتات نهري، شفاه الريح ينسجها جنوبي، مشاحيفاً على الأوراق تجري، يتهجد همساتي الأولى إمعان ينعس ديك السطر، ما زلت أخبئ فكر يدي، رائحة الإبهام تندت، فثقوب الصيف يغازلها موعد ترقيع ينبذها بأول نسمة برد، لم أدرك أن شظايا البعد نافذة الصغرى، حيث هناك حبر ونجوم وأساور تلبسها الشكوى وتغادر، والقمر الأسود خلف الريح قنطرة جليد متشاجر، يتسلق أسواره معنا أمي والليل دفاتر. شكرا. شكرا شاعر رجاء الشجيري. شاعرة أخرى من الإبداع العراقي ومن الشعر، رحبوا أصدقائي معي بالشاعرة المبدعة ابتسام إبراهيم. السلام عليكم. أعرف الخيبات جدا، أين كان ثم ماذا وبعد، كيف سجل القلب حضوره تحت جنح الغيب كله، أين كان ثم كيف مر البحر مني تاركا لي مغارات التمني، فعبرت التل وحدي، كان صيفا
قاطنا في رغبتي عفر الرمل لياليه العنيدة كان شيئا أوقظ النجم نهارا ومضى يلوي بأحلامي أماسيها البعيدة منهك الشوق تراني منهك الشوق تراني أحسب للدرب حسابا أوصد من خلفي مغارات فؤادي وتحت الجلد أحفر ألف قصة ذات حزن قالت الجدران عني إنني في كل درب موحش أكتب اسمي ثم أشثو تاركا صدري يواجه كل هذا الظن وحده كان وهما مسد الشعر بقلبي وتوارى كان وهما مسد الشعر بقلبي وتوارى كان موجا مزدلا فوق شفاهي يتسامى حين تدنو قطيرات شفائه ربما يا مسارات الحب الضئيلة سوف أذوي مثل شمعة تحرق الوحشة في جوف المرايا ربما ستمر كف الحب يوما وتمسد ثقل هذا الكون كله ربما تحمل الأفكار عني ربما تهوي على كأس السنين فتريق بعضه أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين ومض سارح في خلوتي؟ أين فوج الروح حين يصطنع اصطبارا فيراك كأسراب الغيوم؟ كان صيفا مفعم الخطوات نحوي كان صيفا مفعم الخطوات نحوي بعيون تعرف الخيبات جدا ظل يرعى ثم يرعى فيجتر وراءه رد فعل المبتلى بحكايا الانتظار منهك الروح تراني أزرع الآمال في راحة كفي وألوح للمدى نص آخر بعنوان طقوس الغفران أنا هنا وعمري هناك والتيه يسحق كل منعطف في مقلتي وأقدامي تجول تسأل المارين عن درب جديد فأحس نبض الروح يفتح كل باب ويكاد جرحي منه يعبر بالفراغ حتى يطيب وما زالت تغني تلك أجراسي كثيراً وتمارس طقس عرس في نحولي ستراها في غبطة ترقص وكأنها ومن فرط خوائي تلسع الصبح إذا مر ومال تلك أفواج الغياب خيمت في داخلي صيفا فصيفا غير أني ما اكترثت تلك أفواج الغياب خيمت في داخلي صيفا فصيف غير إني ما اكترثت من حسن حظي إنني مثل النسيم أتوارى مستجيرا من رصاصات وفوضى مستجيرا بشجيرات وخيمة حوطت كل ارتقابي بالأمل كي تغيب كل أحزاني هناك وعلى هامش خطوي تندثر تلك أفواج الغياب مثلها كنت أعربد في هزيع الذنب وحدي تلك أفواج الغياب مثلها كنت أعربد في هزيع الذنب وحدي وأمارس طقس غفران بظلي على ربا ينزح الدمع سريعا من عيوني من حسن حظي إنني لا أنتمي لشهيق النار في بؤرة فكري لو على حد انتظاري ظل يسأل كيف مل الخوف من وجهي وشكلي كيف خاطبت البرية بانفراد ونجوت ظل يسأل ويمارس طقس سحر لا يراه غير شعري وانفعالي فإذا مر الظلام
فإذا مر الظلام خافت الصوت ينادي كيف خاطبت البرية بانفرادي لأدافع عن سويعاتي الأخيرة ولأمحو منها ما مر وفاته ثم أوقظ مهد شعر في ضلوعي وأناغي فيه أشياء مضت وأشياء تضيء فأنا لست بظلمة كنت في عتمة كأسي أتأمل صوت من يسري بدمي مثل يقظة مثل أطلال المنام وبغفلة علم النفس تقاوم صوت من يسري بدمي مثل يقظة مثل أطلال المنام وبغفلة علم النفس تقاوم ليراني كيف أنمو وأنا أزرع نفسي فوق خد الشك وردة شكرا لكم شكرا للشاعر ابتسام إبراهيم جلس آخر المقطورة ليمنحها عزما كبيرا لتسير مسرعة بين حقول الشعر والإبداع الشاعر حسين المخزومي ولا ننسى أن نقدم له التهنئة بالمولود الجديد الذي رزقه الله به ألف مبارك سعد حسين شكرا دكتور مساءكم ورد وخير وعافية شكرا دكتور جاسم شكرا للأخوة والأخوات وربي يحفظ الجميع مثل ما قالت ست سمرقند هاي أول مرة أعتلب المنصة بصفتي أب ربي يحفظ أبناءكم وأولادكم جميعا فعليه إلى ابنتي كنز المولودة منذ أيام أريد أن يطول شعرك مثل سلام ينام على عشب القرى أحلم أن أنتظر معك نيلز متى يهبط من ظهر مورتون لنضمد معه جناح إوزة من سرب آخر وأن نقنع بومبو إن ظهرها يتسع لجميع الأطفال في العالم وأن أشرح لك ماذا تعني أغنية حكايات عالمية نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران سنشاهد سينما الأطفال بينما أمك تطبخ المساء برفق وتملأ أقداح نجومك بالنعاس سأنتظر أسئلة الطفولة الفلسفية لماذا ساق اللقلق أطول من ساق الحمامة من يتحكم بدرجة زرقة السماء في أوقات حديثنا وما هي الطريقة المتبعة التي جاءت بي إلى هذه الحياة سأنتظر الشرائط التي تشارك ضفائرك براءتها سأنتظرك بلهفة حين تعودين إلي راكضة من المدرسة لكني أتساءل يا ابنتي ما شكل الأحلام التي يحلم بها الآباء على أبنائهم في غزة شكرا شكرا أستاذ حسين أحبتي أصدقائي بعد أن استمعنا للشعر نذهب إلى القسم الثاني من هذه الجلسة إلى النقد والبحث والتقصي ونستضيف في هذه الجلسة واحد من الأسماء المهمة كما قلت واحد من نقادنا البارزين الأستاذ الدكتور سعد التميمي حياك الله تفضل أستاذ أهلا وسهلا بك دكتور في هذه الجلسة للتعريف بالسيرة الذاتية بالدكتور سعد التميمي الأستاذ الدكتور سعد محمد علي التميمي دكتوراه بلاغة ونقد من جامعة أم درمان السودان عام 1997 تقلد الكثير من المناصب الإدارية والمهنية عميد كلية ومساعد رئيس جامعة وغيرها من المناصب التي الحقيقة كان مبدعا إداريا فيها مدير تحرير مجلة الأديب العراقي التي تصدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب
في العراق، مدير منصة إبداع في بغداد اليونسكو، عضو جمعية اللسانيين العراقيين وعضو فاعل في هذه الجمعية، عضو مشارك في برنامج الزائر الدولي للولايات المتحدة الأمريكية عام 2013. له العديد حقيقة من الكتب المؤلفة، منها البناء الفني في القصيدة السياسية في العصر الأموي عام 2001، مباحث في علم المعاني اليمن 2001، علي جواد الطاهر دراسات 2021، كتاب الشعر والتعبير، كتاب مشترك الشارقة 2022، كتاب ذاكرة الضوء مشترك عن دار التكوين 2021، والكثير من المؤلفات التي تحتاج الحقيقة وقت طويل لذكرها، ينشر في الصحف والمجلات العربية ويشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله، شرفتنا. أهلا وسهلا بك أخي دكتور جاسم، شكرا جزيلا للاتحاد العام للأدباء والكتاب، وبشكل خاص الدار الدولية متمثلة بالسيد غرام. شكرا للمعهد الثقافي الفرنسي على هذه الدعوة. و يعني موضوع الشعر تحت الضوء، نعم، حقيقة جلستنا سوف تكون تحت عنوان الشعر في دائرة الضوء، وسوف نسلط في هذه الجلسة الضوء على المسارات المهمة للشعرية العراقية والتحولات على مستوى الأشكال والأساليب والثيمات التي نالت من الشعر الكثير، وأيضا نسلط الضوء على بعض التجارب المهمة التي سوف يتحدث عنها الدكتور سعد. وأبدأ مع الدكتور سعد بفتح باب الحوار للحديث عن تجربة الحداثة الشعرية الستينية، وكيف كانت هذه التجربة أو مثلت هذه التجربة إضافة مهمة ومحسوسة للشعر العراقي. يعني كيف ينظر دكتور سعد للتجربة الشعرية الستينية وما قامت به من تحولات كبيرة على مستوى المشهد الشعري في العراق؟ شكرا جزيلا لك أخي دكتور جاسم. بالتأكيد عند الحديث عن هذه التجربة، تجربة الستينيين، لابد من أن نعرج على التجربة التي سبقت هذه التجربة، التي كانت تجربة الستينيين هي ردة فعل على تلك التجربة، ألا وهي تجربة الحداثة. ويمكن قد يكون مصادفة الشعر في دائرة الضوء والشعر العراقي في دائرة الضوء. الشعر العراقي كان في دائرة الضوء في مرحلة الرواد اللي هم الحداثة. مثل ما يعرف الجميع، الشعر قبل هذه المرحلة كان بيئته حاضنته مصرية، يعني مرحلة الإحيائيين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. مع حركة الحداثة انتقلت دائرة الضوء كما تشير إلى ذلك الدكتورة والناقدة البارعة سلمى خضراج يوسف في كتابها المهم. في هذه اللحظة انتقلت دائرة الضوء إلى الشعرية العراقية، ممثلة بالحداثة الشعرية اللي كان في ريادتها السياب ونازك الملائكة والبياتي بولند الحيدري وحسين مردان وكثير، ليس الثلاثي فقط. الحديث عن مرحلة الستينيات، أنا يمكن لا أريد أن أطرح الموضوع بشكل تقليدي، سرد خلينا نسميه حسب ما يصف نقاد السرد سرد أفقي، لابد من أن ننتقل. الحداثة الشعرية بحد ذاتها عندما أنظر لها نظرة شاملة وجدت أنها تقع بين يعني حركتين متوازيتين. الحركة الأولى متمثلة بمجلات كانت لها الأثر الكبير في هذه الحداثة، والحركة الثانية تتمثل في البيانات الشعرية اللي أيضا تضمنتها هذه التحولات الشعرية. فمثلا عندما نأتي إلى
هذه التحولات الشعرية سنجد مجلة آداب البيروتية يعني كان لها دور كبير في احتضان الحداثة الشعرية. مجلة شعر البيروتية كان أيضا لها دور كبير في احتضان الحداثة وحتى ما بعد الحداثة. ومجلة شعر العراقية، وهذا حديثنا مع جيل الستينات، صحيح هي لم تمتد إلا 4 أعداد، لكن العدد الأول اللي صدر في منتصف عام 69 تضمن بيانهم المشهود اللي شكل نقلة نوعية. لو انتقلنا بعد ذلك راح نلاحظ أن هناك مجلة الكلمة التي احتضنت نقدر نسميه دعوة أو بيان القصيدة اليومية في العدد على ما أظن الثالث. أيضا لو انتقلنا بعد مجلة الكلمة سنجد مجلة الطليعة الأدبية التي احتضنت جيل الثمانينات أولا والسبعينات، وقدمت أيضا أنطولوجيا لشعراء من جيل السبعينات والثمانينات. بالانتقال إلى ما بعد مجلة الطليعة سنجد مجلة أسفار. أسفار أيضا احتضنت جيل الثمانينات في العدد 11 والعدد 12 اللي في عام 89 اللي ضمن أنطولوجيا، ضمن 35 شاعر في حوارات مع الشعراء، دراسات نقدية لأربع نقاد. بالعودة إلى جيل وسؤالك دكتور جاسم، جيل الستينات سامي مهدي يعني استطيع أن نخليه عنوان لهذا الجيل، يقول قصيدة الستينات خلصت القصيدة من النمطية السيابية والبياتية. يعني جيل الستينات يرون بأن قصيدة الرواد هي قصيدة تقليدية كلاسيكية، لأنها ما زالت تنتمي إلى الشعرية العربية، لا تمتلك هذه الصدمة وهذا التمرد الذي عبر عنه شعراء هذا الجيل، جيل الستينين، وبيانهم عبر عن ذلك. هذا البيان اللي دعا إلى قصيدة ما يسمى قصيدة الرؤية. فهذا الجيل اللي وقع سامي مهدي وفاضل العزاوي وفوزي كريم وخالد علي مصطفى، يعني قد يكون هذا البيان هو ردة فعل نسميه التحولات نسميها السياسية في العراق، لأنه في تلك الفترة كانت الانقلابات، يعني البيان في 69 جاء بعد انقلابين أو أكثر، 3، 58 و63 و68 جاء هذا البيان. طبعا البيانات الشعرية ليست عربية، أول بيان أندري بريتون في القصيدة السريالية في عشرينيات القرن العشرين. هذا البيان أسس لتجارب شعرية جديدة، قصيدة انتقلت من الذاتية الفردية إلى الهم الجماعي، بدأت تأخذ موضوع المجتمع، تأخذ موضوع سؤال الوجود. فلذلك كانت هناك تجارب مختلفة، تجربة فاضل العزاوي تختلف عن تجربة سامي مهدي، تجربة فوزي كريم أيضا تختلف، تجربة حسب الشيخ جعفر أيضا تختلف. يعني تحدثت عن مسارات مهمة جدا بالشعرية العراقية. الحقيقة هذه المسارات كانت مفتتح حقيقي وواضح لتحول مهم للشعرية العراقية، يعني تم إنزال اللغة من سماء الروحانيات إلى أرض الواقع وأرض المهمشين والمغلوبين، تحويل اللغة اليومية إلى لغة شعر، يعني لغة الحانة، لغة الرصيف، اللغة اليومية هي أصبحت لغة الشعر الحقيقية. بالحديث عن هذا الموضوع الحقيقة بودنا نتحدث عن قصيدة النثر اللي تعد واحد من التجارب المهمة والتحولات المهمة في الأشكال الشعرية.
وهي جزء من حداثتنا الشعرية. بودنا أن تحدثنا عن هذا الموضوع. طبعا قصيدة النثر حاضنتها الأولى كانت مجلة شعر اللبنانية، يعني في عام 57 انطلقت هذه المجلة مجلة شعر، ودعا شعرائها اللي معروفين اللي هو يوسف الخال وأدونيس وأيضا فؤاد رفقة وشوقي أم الماغوط، انضم متأخرا شوقي أبو شقرة. وكان وهذا اللي أردت أتحدث وأربطه فيما بعد عندما نتحدث عن الشعر ما بعد 2003، كان مع هذه المجلة يعقدون يعني لقاء أسبوعي كان يسمى خميس الشعر ارتباطاً بمجلة الشعر، وكان هناك حوار يعني واسع وجريء بأن الشعر أدونيس يتكلم الشعر هو مو في التراكيب والألفاظ وهذه القوانين، الشعر في الموقف من الوجود، ولذلك يقول الشعر ليس رسماً وإنما خلقاً، الشعر ليس انعكاس للواقع وإنما الشعر يمثل رؤية للعالم. طبعاً هم ذهبوا أكثر من ذلك بالمناسبة، يعني لكن يعني البعض يصفهم بالازدواجية أو عدم امتلاكهم الشجاعة، هم كان يدعون إلى تحرير الشعر حتى من هذه اللغة، اللغة الفصحى، والدليل على ذلك يوسف الخال متأخرا تحول إلى الشعر المحكي، غادر الشعر الفصيح إلى الشعر المحكي، لكن ضغط وسطوة الشعرية العربية هذا جعلهم أنه لا يصرحون بذلك بشكل جماعي، وهذه الانتقادات يعني وصلت إلى أن توقفت المجلة في عام 64. طبعا أدونيس يتكلم لا يمكن أن يصل الشاعر إلى الحداثة أو ما بعد الحداثة إن لم يهضم التراث العربي لغة وموضوعات الشعرية العربية، وهذه رسالة أيضا لمن يدعو إلى ما بعد الحداثة أو تحديث القصيدة أو كتابة قصيدة النثر مباشرة، لا يعني أن يبدأ من هذه اللحظة عليه أن يهضم هذا التراث، لأن يبقى الشعر يكتب ب هذه اللغة وبهذا الإرث وبهذا التاريخ. الحديث عن قصيدة النثر، بالمناسبة قصيدة النثر واحدة من الأشكال الشعرية الصعبة جدا، والتي الحقيقة يعني بالآونة الأخيرة نجد أن هناك استسهال كبير لكتابة قصيدة النثر، بالعكس من ذلك قصيدة النثر واحدة من الأشكال الصعبة في الكتابة، واحدة من المسارات الشعرية التي الحقيقة يحتاج بها كاتب قصيدة النثر إلى ثقافة عالية، إلى قدرات ذهنية عالية، إلى مرجعيات ثقافية مهمة. وبالعودة إلى المرجعيات الثقافية، نسأل دكتور عن المرجعيات الثقافية للشعر العراقي. الحقيقة الشعر العراقي شعر متفرد ومختلف عن الشعر العربي، والكثير من أخواننا العرب يعني يلقون باللائمة على الأدباء العراقيين بأنكم يعني شايفين نفسكم زايد. لا، الشعرية العراقية الناقد المنصف والناقد الحقيقي يقول بأنها متفردة حتى في مرجعياتها الثقافية، فبدنا أن تحدثنا عن المرجعيات الثقافية للشعر العراقي بالتحديد. يعني بالتأكيد يعني قضية خنقول ريادة وسيادة ومكانة الشعر والشاعر العراقي يعني شهادة يعني يقر بها العرب أيضا. محمود درويش يقول كن عراقيا تكن شاعرا. فالعراق عندما نتحدث عن الشعر، وأقول هنا في عنوان هذه الجلسة الشعر في دائرة الضوء، ردت أنا يمكن قبل الجلسة تحدثنا، ردت أقول أن
قد يعني يقول البعض أن هذا عصر الرواية وأن الشعر قد غادر مكانه، أقول الشعر باقي على مكانه، القصيدة أحياناً الواحدة تستطيع أن تعبر، تستطيع أن تعبر ما لم تستطع أن تعبر عنه الرواية بأكملها، تختزل فكرة موقف بأكملها. هذا لا يعني إلغاء، حتى لا يفهم البعض من يكتب الرواية أو القصة يعني لا يمثل إلغاء للرواية، لكن نقول الشعر حاضر، هناك مناطق لا يستطيع أن تعبر عنها الرواية بهذا الاختزال يعبر عنها الشعر. بل نجد الآن في آخر خلنا نقول ما وصلت إليه الرواية هي اتكائها بشكل كبير على الشعر. الآن الرواية الحديثة تتكئ كثيرا على الشعر في لغتها في وصفها. أعود بالنسبة للمرجعيات، أقول الشاعر العراقي إرث كبير، يعني وإن حاول يعني فاضل العزاوي يقول لا يكفي أن نهدم الأصنام، بل شو نقول هدم المعبد بأكمله، لا يستطيع، قد يطلق هذا الشعار لكن في اللاوعي لا يستطيع أن يتخلص من هذا الإرث. فتش في نصوص الستينين ستجد آثار السياب والبياتي ونازك، ستجد آثار لأبي تمام، للبحتري، لامرئ القيس، للشعرية العربية بشكل كبير. فلذلك المرجعية عندما نتحدث النص لم يعد، وهذه يعني واحدة من خلنا نقول مقاصد رونالد بارت، النص لم يعد هذا النص هو خلنا نقول لصاحبه فقط، وإنما هو تقاطع لعدة مؤلفين في هذا النص من خلال قراءات متعددة تذوب وتترسب وتظهر في هذا النص، فيما بعد يأتي المتلقي والقارئ الحصيف الذي يستطيع أن يحفر في هذا النص عفوا، فيجد هذه الآثار، وهذه الآثار لا تقلل من هذا النص بل ترفع من قيمته. يعني بالحديث عن مسارات الشعر العراقي، حقيقة هناك مسار مهم جدا بعد عام 2003 وحصول هذه الهزة الكبيرة على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي والتحولات التي طالت المجتمع العراقي بشكل كبير جدا، وحتى على مستوى يعني المرجعيات ومستوى القيم وكل التفاصيل اللي نعرفها في المجتمع العراقي، الحقيقة يعني ما زال الشعر العراقي مؤثرا، وما زالت هناك تجارب مهمة جدا من شعرائنا الشباب بدأت تنضج بشكل كبير وواضح، واستمعنا اليوم لبعض هذه التجارب. ما رأيك فيما حصل بعد عام 2003، وكيف استطاعت هذه التحولات وهذه التغييرات الهائلة بربما تصحيح لبعض مسارات الشعر العراقي؟ شكرا لك دكتور جاسم، اسمح لي ولو جاء متأخرا أشكر الشعراء الذين أمتعونا في ما سمعنا من نصوص. يعني احنا تحدثنا في بداية كلامنا عن قضية البيانات وقضية المجلات اللي عملت ملفات ودعوات. مع الأسف الآن صحيح قضية التجيل انتهت مع القرن الماضي، لكن هذا الجيل الآن دخلنا في العقد الثالث، أنا أقول هذا الجيل مظلوم من المؤسسات، وهذا الظلم قد يكون في صالح الأسماء نسميها اللي تكتب بهامشية ما مفروزة تماما، وفي غير صالح الأسماء المهمة. يعني معظم الأجيال التي سبقت يعني كانت هناك كثير من الدراسات، وإحنا عرجنا على هناك أنطولوجيا، يعني الآن يمكن ما عدا يعني يمكن محاولة يتيمة، وهي يعني اقتصرت على مجموعة من الشعراء اللي قام بها حسام السراج. يعني هذا الجيل
العريض من الأسماء. أنا يمكن يعني أنطي عنوان لهذا الجيل، هو قلت متاهات الحرية وتعدد الأيديولوجي. يعني هذه الحرية، الفضاء من الحرية، جعل كل شاعر يعني ينظم ويكتب تحت نجم. في التحولات السابقة، في العقود السابقة، كان هناك حركة واجتماع ونقاش، ولذلك كان هناك نجد تكتلات شعرية. لكن في هذا الجيل لم نجد مثل هذه المجلات. أنا أقول الآن ما عادت، يعني هذه تراجع حركة النشر والمجلات الرسمية. قد يقول واحد، يعتب يقول يتحدث الدكتور هو مدير تحرير الآداب. أنا أقول حتى الأقلام ما ذكرتها، ليش ما ذكرتها الأقلام بين المجلات؟ وإلها دور كبير، نشرت، لكن ما كان إلها الدور في التحديث، لأنه الأقلام كانت مؤدلجة. يعني هذه قضية جدا مهمة. أيضا هذا عمل مؤسساتي، لا ننسى أنه الآن تراكم العمل. يعني عندما نتحدث عن 3 عقود، يعني الآن في منتصف العقد الثالث، كم من الشعراء الآن؟ مو موجة واحدة، موجات من الشعراء، ممن يكتب ويصدر ديوان ويضع اسمه على هذا الديوان، وقد يأخذ الشرعية. لأن احنا عندما نتحدث لا نتحدث عن مستوى واحد من الشعرية، لكن الفرز لابد من أن يتم. ولذلك فرزت الأجيال، جيل الثمانينات فرزت 3 حركات فيها، فرز شعراء النثر. في جيل السبعينات فرز جيليا من عنده، كتب القصيدة اليومية وقصيدة الصورة. يعني عدنان وجواد غير الجيل الآخر، غير مثلا نتكلم عن طالب عبد العزيز وعن خزعل وغيرها. يعني هذا الجيل يعني يحتاج خلينا نقول جهد نقدي. الجهد النقدي الآن وين موجود؟ نحن في الأكاديمية الآن نتحدث، يعني في جامعة الموصل قدمت دراسة التحولات الشعرية في القصيدة العراقية من 2003 إلى 2013. قبل شهرين يعني أنا ناقشت طالب قدم دراسة جيدة، لكن يبقى باحث، هو قدم التحولات الأسلوبية في القصيدة العراقية من 2000 إلى 2020. يعني الآن المؤسسة الأكاديمية يمكن أن تأخذ جانب دور في رصد هذه المرحلة. لأن الآن هذه المرحلة الشاعر خارج من رماد الحرب ومن عتمة نسميها منظومة القيم، من خلينا نقول السياسة الغير واضحة للبلد. فالشاعر تجد يا أما هو يعود ليكتب قصائد تكاد تكون قصائد ديستوبية، يعني قصائد الدمار والعنف وإلى آخره، أو تجد شاعر يبحث عن الهوية، ما زال لم يجد إجابة على سؤال الوجود في هذه اللحظة الراهنة، لأن الرؤية غير واضحة في المستقبل. دكتور، يعني بالحديث عن الكم، الحقيقة يعني نؤمن، يعني حضرتك وجميع النقاد نؤمن في النقد بأن هذا الكم الهائل وهذا الإنتاج الكبير من الشعر لابد أن يفرز نوع. يعني هذه معادلة حقيقية وقائمة، ظهرت الكثير من التجارب الشعرية، الكثير من الشعراء في العقد الستيني والسبعيني والثمانينيات من القرن المنصرم، لكنها بالنهاية أفرزت نوع. الآن أيضاً بعد عام 2003 نحن نؤمن كنقاد بأن يعني وجود هذا الكم الهائل من التجارب الشعرية أكيد وحتمي هناك فرز حقيقي لهذه التجارب. يعني هناك بالنهاية هناك نوع، وهناك تجارب ستبقى راسخة وأيضاً لها تأثير على الشعرية العراقية وتحولات الشعرية العراقية. أيضاً بودي الوقت أخذ دكتور، بودي أن أتحدث عن أدب الشباب. الحقيقة يعني بدأت
الآن وأنت مطلع على المشهد بظهور تجارب شبابية جميلة وممتازة وأخذت تخطو خطوات واثقة وسليمة، بدنا تتحدثنا عن هذه التجارب وتحدثنا عن أدب الشباب، وربما يعني ليس بعيد عنك لأنك أنت ضمن المشهد الثقافي يعني تجد هناك تجارب شبابية يجب أن تحتضن ويجب أن يشار إليها ويجب أن نأخذ بيديها لتكون جزء من مسيرة حقيقية للشعرية العراقية. أنا دائما أقول مصطلح الشباب، يعني أنا برؤيتي الذاتية ما أؤمن بأقول شاعر شاب، الشاعر الذي أثبت وجوده بعد أصبح شاعرا، والدليل على ذلك على مر التاريخ من أحدثوا هذه الثورات على مستوى بنية القصيدة ومن الشباب. يعني عندما نتحدث عن السياب، يعني كم عمره من كتب القصيدة؟ 20 سنة، 21 سنة. يعني قضية نتحدث عن أدونيس، يعني يمكن بس يوسف الخالي شوية يعني في الأربعينيات كبير، لكن معظم الشعراء هم من التجارب. فلذلك أنا أقول بالنسبة لتجارب الشباب هناك أسماء كثيرة، هسه لا أذكر كثير من الأسماء لأنه أحيانا عندما نذكر أسماء قد يزعل البعض يقول ما ذكر أسماء. يعني الآن سمعنا إحنا هنا أسماء، يعني أستاذ حازم، خالد، أيضا هناك غير حسين خارجين، أيضا الآن أكو ظاهرة أيضا عندنا لا النساء، ليش لا النساء؟ يعني ابتسام، أزهار، لا أسماء كثيرة، مسار، خلي حتى نتحدث مينا، شابات أيضا. أنا يعني صراحة الأسماء لا أريد أن أذكر أسماء، يمكن إحنا قبل فترة يعني أيضا في على هامش معرض الكتاب مجموعة من الشعراء من الموصل، مصعب جميل، محمد جميل من نجف، شعراء. وأنا أريد أتكلم بهذه القضية أنه أنا أقول مع النص المبدع، سواء كان هذا النص من الشطرين، أقول مصطلح الشطرين أنا ألتزم الشطرين وليس العمود، أو من التفعيلة أو من النثر، النص المبدع هو الذي يفرض نفسه. يعني وقضية الحداثة، أنا مؤمن بأن التحديث حتى وإن لم يكن كاملا فالتحديث ممكن أن يكون داخل الشطرين، وقد فعل ذلك شعراء إحنا ما مرينا عليهم حتى لا يزعلون علينا، شعراء قصيدة شعر محاولتهم وبيانتهم وتحديث القصيدة من الداخل، يعني تحديث القصيدة العمودية. يعني ممكن اللغة على مستوى اللغة، على مستوى الموضوع، على أما الإيقاع فهذا الإيقاع مؤمن به شاعر. والآن يعني نسمع يعني يمكن من حازم أو من خالد قصائد بالشكلين، وممكن بالشكلين هو يبدع. أحيانا النص خاصة إذا كان متقن للأشكال الشعرية، النص أحيانا يفرض عليه اختيار التفعيلة هنا واختيار العمود. ولو يعني أتفق مع سلمى خضراء جيوسي عندما تتكلم عن ما يسمى بالقصيدة المنبرية، أحيانا في الغالب القصيدة العمودية عندما تكتب في وعي في اللاوعي هو يخلي في ذهنه أنها ستنشد، وفي الإنشاد القصيدة المنبرية تهيئ المتلقي هذا الوزن والقافية، يخليه ضابط إلى حتى يتفاعل مع المتلقي. شكرا دكتورنا الغالي، الحقيقة كان بودي أن أفتح باب المداخلات لكن الوقت أدركتنا، يعني لم نحسس بالوقت مرة سريعا. يعني أشكر دكتور سعد تميمي، أشكر الشعراء الذين قدموا الجمال والإبداع، وأيضا الشكر موصول للسفارة الفرنسية متمثلة بشخص المستشار الثقافي سيد باسكال ومديرة المعهد مدام لورانس، وأيضا الشكر موصول لست غرام الرباعي التي جمعتنا على هذه المحبة والإبداع. الحقيقة
كل الشكر والتقدير لكم أحبتي على هذا الحضور البهي. ويعني في الختام أدعوكم لأخذ صورة تذكارية، صورة محبة وسلام وودة. نعم. دكتور، بالنسبة لوسائل التواصل، كل هؤلاء الشعراء لهم مواقع، هناك من عمل لهم مواقع، وهناك إذا تسجيلات صوتية لقصائدهم موجودة، ونصوص مكتوبة لدواوينهم كاملة. كل مستعمل لوسائل التواصل يستطيع أن يصل مو فقط للكتاب الورقي، يستطيع الآن، أنت الآن تريد تقرأ عبد الوهاب البياتي، بدر شاكر السياب، سامي مهدي، موجود على وسائل التواصل، يعني موجودة هذه القضية. هذا التواصل ما بين الأجيال ما نستطيع أن نحكم نقول ما موجود، لا، ما زال السياب مؤثر، ما زال البياتي مؤثر، ما زال هناك شعراء لهم يعني قدوتهم السياب. لكن احنا نقول تحت هذه، خلينا نقول بعد 2003 هذه الحرية المطلقة بدأ ينفتح الشاعر، يعني قراءات متعددة، ترجمات الآن متعددة. فلذلك أحيانا الرغبة، قلت أنا الرغبة في قتل الأب، يريد أن يعبر عن ذاته، لا يريد أن يكون صورة لأي شاعر كان، حتى وإن كان شاعر عظيم. شكرا دكتور. حبتي أدعوكم لالتقاط صورة تذكارية.